استوقفني أحد المشاهدين الكرام في الشارع وقال لي: أنتوا بتعملوا إيه؟ قلت له: إحنا مين؟ قال لي: أنتوا الإعلاميين المذيعين التلفزيونيين الفضائيين بتعملوا إيه؟ قلت له: بناكل عيش، بنشتغل، بنمارس مهنتنا. قال لي: قصدي بتقدموا برامجكم دي لمين؟ قلت له: للناس، للمشاهدين. قال لي: مشاهدين إيه؟ النور مقطوع يا بيه، النور مقطوع، برامج ايه اللي نتفرج عليها؟ ما نعرفش، ما نلحقش نتفرج على برنامج، ده هو النور بيتقطع نص اليوم، ويا ريت نص اليوم عارفين نص اليوم ده ضلمه ونص اليوم ده نور، بنبقى عارفين، انما ده فجأة كده 10 12 مره في اليوم، فما بنتفرجش على حاجه. فيستحسن ان تبثوا برامجكم على موجات اف ام، هنشوفكم نسمعكم بالبطاريات بقى في على التليفون ولا في راديو بالبطاريات. قلت له: طيب دبرنا يا وزير، ما عندكش أفكار كده لوذعية تقول لنا نحل حكاية نقص الوقود؟ ما عندنا نقص فادح في الوقود في محطات الطاقة في مصر، هنعمل إيه؟ عندك حل؟ قال لي: طبعا عندي حل، وأنا مانيش يعني مانيش رئيس قسم الطاقة في كلية ولا في جامعة، مانيش بروفيسور ولا مانيش عبقري في المجال ده، أنا مواطن عادي بشتغل محاسب واسمي أنور وعندي حل. نورنا يا استاذ انور. قال لي: 10 مفاعلات طاقه نوويه سيسي يتفق عليهم في روسيا ويبتدي البناء من بكره الصبح، سنتين يخلصوا نغرق في الطاقه، نهيص طاقه، يبقى عندنا فائض نصدره كمان. قلت له: والله دي فكره عظيمه يا استاذ انور، اسمح لي بقى انا اقول الكلام ده على الهواء. قال لي: ارجوك قول الكلام ده على الهواء، اللي انا مش هشوفه لان النور هيبقى مقطوع في بيتنا. طبعا طبعا هيبقى مقطوع، لكن اتضح ان الاستاذ انور مكشوف عنه الحجاب، لأنه شوية كده ببص على التقارير اللي بتجيلنا من زيارة الرئيس السيسي لروسيا، لقيت إنه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قال إيه؟ اسمعوا الكلمتين دول، قال إيه؟ أنا بنقل دلوقتي من اليوم السابع. بوتين: مصر وروسيا اتفقتا على التعاون في مجال الطاقة النووية السلمية. يا أنور، ده أنت مدهش. أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا ومصر أكبر لاعبين في صناعة الغاز العالمية، لافتا إلى أن هناك فرصا ممتازة لمواصلة توسيع التعاون في مجال الطاقة، غاز ومش عارف إيه، كل ده ما يهمناش، لكن هناك اهتمام روسي كبير بهذا التعاون، وهو ما ينطبق على الطاقة المائية والتعاون في مجال الطاقة النووية السلمية. ده أول الغيث، دي كده بداية استفتاح، وانا اعتقد ان الرئيس، اكيد الرئيس حاسس ان المصريين ضجوا من الانقطاع الفادح للطاقه الكهربائيه في بيوتهم 12 و15 مره في اليوم، حاجه بقت ممله ومزعجه، يعني المصريين ما عادوش عارفين يعيشوا زي ما كانوا عايشين، حياتهم اختلفت، حياتهم نصها بقى في الضلمه. فالرئيس حاسس بالكلام ده، واظن انه في كلام واضح الرئيس قاله، يمكن الصحافه ما بتنقلش كل الكلام، كلام بيدور في غرف مغلقه: يا روس عايزين تسهيلات في التمويل، وده مهم جدا، لو 5 6 10 مفاعلات دي مليارات كتير، ومصر ما عندهاش السيوله دي دلوقتي، تسهيلات في التمويل من روسيا، الشركات الروسيه ممكن، اذا بوتين، وبوتين ده بيضغط على الشركات، انا شفت له فيديو بيضغط على رجال الاعمال بطرف عينه كده، يقول لهم ها اعملوا، فبيعملوا، بيخافوا منه موت. فهو الكلام يبقى واضح جدا، واظن ان ده حصل، والرئيس سيسي حاسس، وأظن أنه حصل تسهيلات في التمويل وسرعة في التنفيذ. مصر دلوقتي في لحظة مش محتاجة تلكؤ، يعني لسه هندرس ونشوف المكان وبعدين طيب نعرض بقى على مجلس النواب لما ينتخب ونستفتي الناس اللي هم في المكان ده موافقين ولا مش موافقين، لا والله احنا خايفين من الإهمال النووي وتحصل كارثة نووية، قال يعني احنا هيحصل عندنا كارثة نووية، طيب خلينا خايفين وعايشين في الضلمة، خلينا خايفين من الكارثة النووية اللي هتحصل بإهمالنا، ما احنا ما عندناش ثقة في نفسنا الحقيقة، ونعيش في الضلمة. إذا كنا هنخاف نقبل انقطاع التيار الكهربائي ونقبل العتمة، إذا كنا هنخاف، الخوف نفسه عتمة، الشعوب المقدامة بس هي اللي بتتحرك قدام، وأنا متأكد أن مصر فيها هذه الروح، ويرأسها رئيس عنده هذه الروح، الروح المقدامة دي، هنعمل هنبني ومش هيكون في إهمال،
ونستجلب الخبرة الروسية اللي تعمل لنا معايير وضوابط أمن صارمة جدا أكتر من الموجودة في روسيا نفسها. ليه لأ؟ نقدر نعمل كده. سنتين ونهيص طاقة، يكون عندنا طاقة نصدرها زي ما قلت لكم. إن شاء الله إن شاء الله. أنا متفائل جدا يا أستاذ أنور، يا اللي مكشوف عنك الحجاب. يبدو مشاهدي الكرام إن إحنا استبقنا الأحداث في حلقة ليلة الأمس. ليه؟ الواحد عز عليه جدا إنه تتاح فرصة لكارهي مصر للناس، ووسائل الإعلام العالمية للأسف الشديد من هذا النوع الذي بيحاول يصطاد في الماء العكر. فالواحد استبق الأحداث وقال ليه تمنعوا المدير العام لمنظمة الهيومن رايتس ووتش؟ ليه يعني ليه تدوا الإعلام العالمي فرصة عشان يظهر مصر على أنها بلد منغلق ويرفض الرقابة؟ اتضح أن القصة مختلفة. ده بيان من وزارة الداخلية المصرية صدر ليلة الأمس بعد الحلقة للأسف، وإلا كان نفسي أعرضه بيكم لكن ملحوقة. فيما يتعلق ببيان هيومن رايتس ووتش حول منع مسؤوليها من دخول مصر، نفت وزارة الداخلية الأمر. شوف التفاصيل بقى. أوضحت الوزارة أن المنظمة تقدمت بطلب للسلطات المصرية لعقد لقاء مع المسؤولين المصريين خلال زيارتهم إلى مصر في شهر أغسطس لإطلاق تقريرها حول فض اعتصامي ربعة والنهضة، انطلاقا من حرص الوزارة على التعاون مع المنظمة واحتفاظا بالحق السيادي لكل دولة في استقبال الأجانب على أراضيها. فقد تم إبلاغها بتأجيل الزيارة إلى سبتمبر. يعني مش رفض، أجلوها سبتمبر مع التأكيد على ضرورة الحصول على تأشيرة مسبقة من بعثات مصر بالخارج قبل الدخول إلى البلاد. ما هو ده حق أي دولة، هي مصر وكالة من غير بواب، ما هو حق أي دولة لازم ياخدوا تأشيرة. وعدم جواز دخولهم بتأشيرة سياحة من مطار القاهرة الدولي لعدم تماشي ذلك مع غرض الزيارة المعلن من قبل المنظمة. أضاف البيان وفد المنظمة وصل إلى مطار القاهرة في الموعد الذي حددوه هم. وأنا بقول لكم في كده يعني مع احترامنا للمنظمات دي كلها، هم فاكرين مصر وكالة من غير بواب، والله العظيم بعضهم بيفكر بالطريقة دي. الذي حددوه هم من جانبهم دون الحصول على التأشيرة اللازمة لدخول البلاد، وهو الأمر الذي يتسق مع النهج الذي دأبت عليه المنظمة من حيث اعتبار نفسها كيانا يعلو على القانون ولا يخضع لأحكامه. وقال البيان إن المنظمة قامت بسحب طلبها لإصدار التصريح اللازم لها للعمل في مصر كمنظمة أجنبية غير حكومية وفقا لأحكام القانون 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية. على الرغم من ذلك فقد سعت مصر لإصدار التقرير وممارسة العمل دون سند قانوني. يمكن الجزء الأخير ده أنا مش فاهمه بوضوح، لكن واضح أنه وزارة الداخلية المصرية بريئة. قوى الأمن المصرية، الجهات الأمنية اللي احنا مبارح قلنا ليه إزاي تمنع الهيومن رايتس ووتش، ما صحش، بتدوا أعداء مصر فرصة أن هم يتكلموا عن مصر كبلد منغلق. اتضح أن عندهم حق، أنا آسف، عندهم حق طبعا. مصر مش وكالة من غير بواب، مش كل واحد مهما كان يخشها لما يجيله مزاج يخشها. مصر دخولها محتاج تأشيرات زي ما قالت وزارة الداخلية. وزارة الداخلية عندها حق. أديني بقدم السبت هو عشان وزارة الداخلية تقدم لي الحد، والحد هيكون انتقاد لبعض الممارسات لبعض ضباط الشرطة في بعض الأقسام داخل الحلقة. بس افتكروا أن أنا قدمت السبت. ده يرجع بينا لإيه بقى؟ لأحد التقارير الفريدة من نوعها التي تصدرها الهيومن رايتس ووتش. تقرير ما حصلش أنها أصدرت زيه حتى في مذبحة راح فيها 13 ألف فلسطيني وارتكبها نتنياهو بدم بارد. ما قالوش كلام من النوع ده اللي قالوه عن فض اعتصامي ربع والنهضة، ما قالوش. ده كلام فريد. المنظمة في قاموسها ما استخدمتش ألفاظ من النوع ده، مذبحة جماعية، قتل بدم بارد، إلا في هذا الموضوع. مذهل، وتحسوا أنه فيه لمسة ترصد كده. أنا عايز أقول لكم في البداية أنه يعني إحنا مش محتاجين تقرير منظمة عشان نحس بالألم، لأنه في دم مصري أريق أيا كان انتماء هذا الدم، أيا كان انتماءه السياسي، أيا كان حتى إجرامه. إحنا
مع حقن الدم المصري، وكل نقطة دم مصرية أيا كانت تسبب لنا ألم فادح، وهذا هو شعور كل المصريين الحقيقة. إحنا مش محتاجين التقرير ده عشان نحس بكده، إحنا حاسين بكده، إحنا عارفين، إحنا متألمين قطعا. لكن الشيء اللي إحنا عارفينه الشعب المصري عارفه، والهيومن رايتس ووتش مش عارفاه ولا يمكن تعرفه، هو فكرة الدولة اللي كانت بتدافع عن نفسها ضد ناس حاولوا هدمها. دي مسألة المصريين هم اللي عاشوها، مش الهيومن رايتس ووتش. المصريين جربوها، جربوا طعمها المر، وبعدين الزمن أكد لما يشوفوا اللي بيحصل في دول الجوار، يشوفوا اللي بيحصل في ليبيا، لما الدولة، ولا في العراق، لما الدولة تفقد قدرتها سواء بخطرها أو غصب عنها، يعني ما عندهاش المقدرات للدفاع عن نفسها، الدولة لا تستطيع أن تدافع عن نفسها ضد ميليشيات، ضد إرهابيين زي داعش. شفنا الشعب المصري شاف حصل إيه؟ حصل إيه؟ تفكك، بتنهار الدولة. أنا أظن أخوكم المتواضع الغلبان محمد يظن إنه حتى أشد المتعاطفين مع الإخوان ما يسروش إنه يعيش في دولة زي الصومال، ما يرضيهوش إن عياله يتربوا في دولة زي الحال اللي فيه ليبيا الشقيقة، ربنا يرفع عنهم الضر، اللي الميليشيات ماشية بأسلحة مضادة للطائرات في الشوارع، ولا اللي بيدبحوا بعض في العراق، اللي أعلنوا دولة الخلافة في الموصل، الدواعش الله يخيبه. أظن إن هم ما يقبلوش كده، أظن إن هم ما يقبلوش انهيار الدولة، لأنه انهيار الدولة معناه إنه ابنك حتى لو أنت كنت متعاطف، ابنك مش هيبقى آمن يمشي في الشارع، ولا بنتك هتروح جامعتها، ولا هتروح رايح عايز أروح للدكتور، مش هتقدر تروح للدكتور لأنه في ميليشيا واقفة في الميدان، ميليشيا برشاشات ومضادات واقفة في الميدان، هتروح إزاي؟ هو ده اللي مش عارفاه الهيومن رايتس ووتش. ما تحسوش، ما تفهموش، عشان دول خواجات، دول خواجات عايشين في أماكن آمنة، لو واحد طلع عمل مظاهرة وبين بس طرف سلاح كده الدنيا بتتقلب إرهاب، الدنيا بتتقلب طبعا. دي أماكن آمنة ومستقرة، أمريكا وأوروبا أماكن آمنة ومستقرة، هم عايشين فيها في الطراوة. أيوة هم داقوا طبعا، داقوا طعم الإرهاب، لكن تظل أماكن. أنت يا أستاذ خليل أنت مشيت طبعا في سفرت أوروبا وسفرت أمريكا، أماكن فعلا آمنة ومستقرة، ودي ذهنية تخلي أصدقائنا بتوع الهيومن رايتس ووتش ما يفهموش الحرب العادلة اللي مصر بتاخدها ضد أعداء الدولة، ضد الراغبين في تفكيك الدولة. تصوروا معايا كده لو أن الدولة المصرية تراخت في الدفاع عن نفسها، في الدفاع عن وجودها، وأنه أنا عايز أرجع أقول لكم أنه الدم المصري كله بيحز في قلبنا كله. دي مسألة ما فيهاش فصال، لكن تصوروا معايا كده أنه الدولة المصرية دولة رخوة وهشة، ومفيش حد، مفيش لا شرطي ولا جندي يقبل يموت عشان خاطر يدافع عن الدولة دي، كويس؟ وراحت تمددت الاعتصامات دي من ربعة والنهضة، بقت في التحرير، وبقت في رمسيس، وبقت في كل محافظة مصرية، والبلد اتشلت ووقفت وتحولت لاحتراب أهلي، لحرب أهلية. يرضيكوا كده بالله عليكم؟ ما يرضيكوش طبعا، لكن يرضي الهيومن رايتس ووتش، يرضيها الهيومن رايتس ووتش اللي كتبت تقرير استندت فيه لآراء جهة واحدة بعينها، اللي بتسميهم بين قوسين كده الضحايا. لما تسمعوا كلمة الضحايا دي تعرفوا إيه؟ إن هم فصيل واحد، إن هم جهة واحدة. روحت تسمع كلامهم، وطبعا دول كل كلامهم هيكون ما يعني عندهم حالة فورة الغضب دي، كل كلامهم هيكون كده، هيكون كده. قتلونا طبعا، قتلونا طبعا، كان اجتياح غاشم وكان ضرب فظيع، وما ادوناش فرصة، ما ادوناش فرصة ان احنا نخرج، كنا عايزين نخرج، ما ادوناش فرصة ان احنا نخرج، ما انظروناش، ما اختاروناش، ما قالولناش اخرجوا الا هنفض الاعتصام، ما قالولناش. تصوروا طبعا، ما هو الضحايا بين قوسين دول هيقولوا كده.
لكن لما يكون في تقرير، وانا عندي هنا المقارنه اللي عملها الاستاذ خليل العوامي بين تقريري هيومن رايتس ووتش والقومي لحقوق الانسان، واضح جدا، واضح جدا الفرق. ليه؟ لانه القومي لحقوق الانسان سمع كل الاطراف، لكن هيومن رايتس ووتش سمعت طرف واحد اللي بتسميهم الضحايا. عشان كده ما تجيبش سيره انه تم انذار متكرر بالاخلاء وتم فتح ممرات عشان الناس تعدي، ما تجيبش سيره ايه كمان، ما تجيبش سيره الشرطه اللي ماتت، مين اللي موتهم دول؟ ارجع تاني واقول لكم الدم المصري كله عزيز علينا كله، لكن الشرطه اللي ماتت دول مين اللي موتهم؟ انتحروا؟ ما هو كان اعتصام سلمي زي ما بتقول هيومن رايتس ووتش، سلمي. ماتوا ازاي دول؟ فكروا معايا كده، ماتوا ازاي؟ طيب انا هقول لكم كمان، دي مفاجاه مدهشه، صحيح اتنشرت في الصحف كتير لكن تستحق التوقف عندها. شاهد عيان ورد اسمه في تقرير هيومن رايتس ووتش يكذب ما نقلته المنظمه الدوليه على لسانه ويؤكد. المديرة السابقة لمكتب القاهرة أكدت لي أهمية الشهادة والتقرير، حرفها واتهمها بعدم الدقة. في مفاجأة من العيار الثقيل، كذب ماجد عاطف مراسل، وهو مراسل أجنبي بشبكة نيوزويك الأمريكية وأحد الشهود الذين اعتمدت عليه منظمة هيومن رايتس ووتش. معلش أنا بنقل حرفيا من النص اللي جه في اليوم السابع كمان. وهو أحد الشهود الذين اعتمدت عليه منظمة هيومن رايتس ووتش في تقريرها عن أحداث فض اعتصام ربع العدوية. ما ذكره التقرير الحقوقي الدولي على لسانه، حرفوا كلام الراجل. الراجل حاولنا نتصل بيه قال أنا بتجيلي فوبيا إعلام، الحقيقة فوبيا تلفزيون، ما بعرفش أتكلم لما أكون في التلفزيون، بعرف أكتب بس، لكن هو قايل الكلام ده في الجرايد. أوضح ماجد عاطف أن التقرير ذكر أن ممثلي المنظمة التقوا به مرتين، وهو كذب فج، ده كلام، حيث لم يلتقي به ممثل المنظمة إلا مرة واحدة فقط مع مدير مكتب المنظمة بمصر والشرق الأوسط، وقتها الناشطة الحقوقية هبة مرايف، قائلا أكدت لي هبة مرايف أن الشهادة كانت أقوى وأدق شهادة ويجب الاعتماد عليها بشكل رئيسي في التقرير. أكد عاطف أنه كان شاهدا على أول إطلاق للرصاص على ضابط الشرطة الذي كان يطلق التحذيرات والمطالبة بإخلاء ساحة الاعتصام، والذي استشهد في الحال. الله يرحمه، الله يرحم كل موتانا، الله يرحم كمان الراجل ده، ما سايب عيال كمان. هو الراجل ده احنا مستوردينه من ألمانيا؟ هو الضباط المصريين دول والجنود المصريين احنا بنستوردهم من موزمبيق؟ هم مش دول كمان مصريين وليهم أسر وزوجات ترملنا وأبناء تيتموا؟ لافتا الكلام لسه لماجد عاطف الى ان تلك الواقعه كانت مفتاح اطلاق الرصاص الحي بكثافه من الجانبين. واشار ماجد عاطف الى انه لم يحدد توقيتا محددا للواقعه التي كان شاهد عيان عليها نظرا لتتابع الاحداث تتابعا سريعا وقتها. لافتا كذلك الى انه ادلى بنفس الشهاده في تقرير المجلس القومي لحقوق الانسان والتي اعتمد عليها التقرير اعتمادا رئيسيا في تحديد بدايه الاشتباكات، مشددا على أنه سيتقدم بشكوى رسمية لمنظمة هيومن رايتس ووتش يطالبهم فيها باعتذار رسميا والتحقيق مع معدي التقرير. صلب الموضوع ده كلام متحرف، وده بقى صديقنا اللي تشجع يقول أنه كلام يتحرف، أظن أن في كلام كتير تحرف قياسا، يعني قياسا على الحكاية دي. الفكرة الأساسية أنه أنا عايزكم تستحضروا المشهد ده بس اللي قاله ماجد عاطف، استحضروه في دماغكم كده. ماجد عاطف كان شاهدا على إطلاق الرصاص على الضابط الذي كان يمسك بإيه؟ ها؟ كان بيمسك بالمدفع الرشاش؟ كان بيمسك بقاذفة صواريخ؟ كان بيمسك بالميكروفون وبيقول للناس امشوا أرجوكم، احنا هنفض الاعتصام ده، امشوا مش عايزين خسائر في المدنيين. ها؟ طخوا. طيب الحكومة المصرية أصدرت ممثلة في الهيئة العامة للاستعلامات أصدرت بيانا ترد فيه على تقرير هيومن رايتس ووتش. البيان مطول، بيبدأ بأن الحكومة المصرية لم تفاجأ بالتقرير في ضوء التوجهات المعروفة للمنظمة والنهج الذي دأبت على اتباعه.
وهي أي الحكومة المصرية ترفض التقرير جملة وتفصيلا وتنتقد عدم حياديته. أنا أختار لكم فقرات كده. أشار البيان إلى أن الحكومة، ده بيان الحكومة المصرية، إلى أن الحكومة تأسف لتغاضي التقرير عمدا عن الإشارة إلى وقوع المئات من شهداء الشرطة والقوات المسلحة والمدنيين من جراء أحداث العنف والإرهاب التي ما تزال مستمرة إلى الآن عن طريق هجمات وتفجيرات منسقة ومنظمة على يد من وصفهم التقرير، تقرير هيومن رايتس ووتش، بالمتظاهرين السلميين. أمال اللي ماتوا من الشرطة دول ماتوا إزاي؟ تجاهل التقرير في الوقت ذاته ووفقا لبيان الهيئة العامة للاستعلامات الحقائق الواردة في تقارير أخرى لمنظمات المجتمع المدني المصري المستقلة، بما في ذلك التقرير الصادر عن مركز ابن خلدون، وكذا تقرير لجنة تقصي الحقائق التي شكلها المجلس القومي لحقوق الإنسان والتي تناولت الإجراءات التي اتخذت من جانب السلطات المصرية بشكل موضوعي، وخاصة أنه فضل اعتصامين قد تم بناء على قرار من النيابة العامة. تقرير الهيومن رايتس ووتش يجيب سيرة الحكاية دي؟ لا ما يجيبهاش. وبعد مناشدة المعتصمين ومنحهم فرصة للخروج الآمن وتوفير وسائل مواصلات لنقلهم خارج منطقة الاعتصام والتزام كافة جهات إنفاذ القانون بالقواعد القانونية والمعايير الدولية الأخلاقية المتعارف عليها في فض مثل هذه الاعتصامات، الفض جاء بعد فشل كافة الجهود السياسية والشعبية في إقناع المعتصمين بالفض السلمي حفاظا على الأمن والنظام العام عقب تفاقم شكاوى واستياء السكان المقيمين بالمنطقة. تقرير الهيومن رايتس ووتش يجيب سيرة الحكاية دي؟ لا، يجيب سيرة حكاية 6 جثث لقوها متعفنة في مكان الاعتصام؟ لا، يجيب سيرة حكاية السكان اللي كانوا رهائن ومش قادرين لا يخرجوا ولا يطلعوا، الست اللي بتولد ومش عارفه تجيب الدايه؟ لا، ما يجيبش السيره. طيب، الحكومه المصريه تهيب بالمنظمه تحري الدقه والحياديه والالتزام الى اخر ذلك. الفكره الاساسيه اللي بتاتي الى الاذهان، اذهان كل من يحبون هذا الوطن مباشره لما نسمع الكلام ده ونسمع الردود ومش عارف ايه، انه الكلام ده مش مفروض يتقال بالعربي ومش مفروض يتقال في فضائية تتجه للمصريين، الكلام ده لازم يترجم ب70 لغة. الردود دي سواء رد وزارة الداخلية التي نفت منع مسؤوليه هيومن رايتس ووتش من دخول البلاد وقالت ما عندهمش تأشيرة، طب يخشوا ازاي وهم ما عندهمش تأشيرة، ولا رد الحكومة على بيان هيومن رايتس ووتش، البيان تقرير المرعب، التقرير اللي فيه ألفاظ ما تقالتش على نتنياهو سفاح ال 12,000 فلسطيني، ما تقالش كلام الهيومن رايتس ووتش، ما قالتش كلام من نفس النوع لكن تقوله على المصريين. الكلام ده يترجم بقى، الكلام ده يترجم وترسل نسخ منه لرويترز والاسوشيتد بريس والسي ان ان والبي بي سي، كل دول ولا ايه؟ ما هي الدولة بحاجة للدفاع عنها، بحاجة لناس ممكن تموت دفاعا عنها، وبحاجة كمان لناس ألسنة تنطق تدافع عنها كمان بلغات العالم، ولا احنا سايبين العالم بس يلوك يمضغ كده؟ التقرير بتاع الهيومن رايتس ووتش، فين الرد المصري؟ فين الرد المصري ب70 لغة؟ يروح طوكيو ويروح برلين ويروح بيونس ايرس ويروح واشنطن ويروح لندن، فين؟ صح؟ يعني انا بتكلم غلط؟ في ناس بتموت عشان خاطر البلد دي، عشان تحافظ على الدولة المصرية. لازم نشتغل بقى اللي عنده لسان كمان يشارك في المعركة دي، وإلا نبقى خونة الحقيقة. طيب، معانا مين يا أستاذ خليل؟ طيب، احنا يعني الحقيقة قريناه البيان، الناس ممكن ترجع لرد الحكومة. رد الحكومة منشور فين يا أستاذ خليل؟ 12 في الصحف الرسمية، مش كده؟ طيب، الناس ترجع للتفاصيل بقى، الناس اللي عايز يقرأ رد الحكومة المصرية بالعربي يقرأ بقى. ولو أننا عارفين الكلام ده، في مصري مش عارف الكلام ده، في مصري مش عارف الحكاية دي، ما كان على عينك يا تاجر، إلا الناس اللي لسه مولودة بقى، ما احنا عارفين الحكاية دي. المهم إن الكلام ده يترجم ويتبعت. هيئة الاستعلامات دي بتشتغل إيه؟ هي صوت مصر يوصل الحاجات دي. وبعدين والله احنا محتاجين
فضائية مصرية بست لغات. احنا محتاجين فضائية مصرية تتكلم ياباني وتتكلم ألماني وتتكلم إنجليزي وفرنساوي، فضائية عظيمة كده ماسكة نفسها كده، جديرة بالمشاهدة بمقاييس المشاهد الغربي المشاهد العالمي. احنا محتاجين ده جدا. وانا بناشد رجال الأعمال المصريين، بطلوا تستثمروا في فضائيات بتعمل إعلانات زبدة وسمنة وبرسيل، بطلوا. استثمروا بقى إذا كان عندكم، بيتبرعوا لصندوق تحيا مصر بالملايين ومئات الملايين. وطنيتكم بقى أنكم تعملوا لنا فضائية من النوع ده، فضائية بست سبع لغات كده، بس تكون بمقاييس العالم، مش فضائية عليها تراب محدش يتفرج عليها، فضائية بروباجندا كده الناس يقول لك لا، فضائية عظيمة كده إخبارية الناس تتفرج عليها في الدنيا، توصل صوتنا، توصل الكلام ده، توصل الكلام ده بلغات العالم. معانا الأستاذ حافظ أبو سعد رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان. مساء الخير يا أستاذ حافظ. أهلا، مساء الخير محمد. أستاذ حافظ، إيه تعليقك على الألفاظ المصطلحات العجيبة القاسية جدا اللي استخدمتها الهيومن رايتس ووتش في تقريرها؟ يعني انا الحقيقه على طول يديك مؤشر ان التقرير مسيء، لانه اولا هو اعتمد على رؤيه احاديه من فريق محدد، هذا الفريق اراد ان يصور الامر بالصوره التي ظهر بها التقرير، ويودي ويعطي اتهامات محدده لرئيس الجمهوريه ووزير الداخليه ويوحي للراي العام سواء المحلي او الدولي ان هناك استهداف بخطه موضوعه، رغم انه يعني المعلومات حتى اللي موجوده متناقضه مع بعضها، تتناقض حتى مع هذا الاستنتاج. فلما يقول والله ان كان في مسلحين كانوا موجودين، لكن هو تقدير انه عددهم ما كانش كبير، ودي مساله يعني في الحقيقه تحتاج الى تحقيق لمتخصصين يقولوا الكلام ده، مش هو يقول ان الذين يحملون اسلحه يعني الاليه ممكن يكون يعني تاثيرها ايه، او يعني هل محتاجه رد فعل شكله ايه. وانا بنصحهم في هذا، يرجعوا بس الاحكام المحاكم الامريكيه حوالين التناسب ما بين الرصاص الشرطه والمجرمين اللي بيحاولوا يعتدوا. طيب استاذ حافظ، حضرتك بتشتغل مع الناس يعني العالميين اللي شغالين في المجال الحقوقي ده بقالك عقود، المنظمه دي قرشه بلحتنا ليه يا استاذ حافظ؟ اولا هي عندها ارتباطات سياسيه واضحه. يعني هم، انا بتكلم مثلا هم عندهم توصيه مثلا دائمه وثابته في مع كل التقرير مع مصر، الغاء المعونه العسكريه، الغاء المعونه العسكريه، رغم انه احيانا تبقى تقارير ما لهاش علاقه لا من قريب ولا من بعيد بالمعونه العسكريه. عندهم تقرير سابق 92 كان حوالين الاوضاع في السجون، انتهى ايضا بهذه التوصيه، ده اللي خلى المنظمه المصريه لحقوق الانسان في ذلك الوقت ترفض هذا المؤتمر وترفض استضافته في مقر المنظمه المصريه لحقوق الانسان، ولانه عنده معايير مزدوجه، ما بيقولش نفس الكلام على الانتهاكات اللي بترتكبها اسرائيل ضد غزه، لما وصفش قتل 2000 قتيل. ده راح 12 13000 يا استاذ حافظ. نتنياهو قتل 12 13000 يا بيه، تصور. ما يهدوا 800 بيت واكثر من هدم كاملا، واكثر من 700 بيت هدم جديا، قتل وجرح يعني. واستخدام صواريخ موجهه وطائرات اف 16 ما استخدمش نفس الاتهامات، ولم يوجه الاتهام لنتنياهو باعتباره رئيس الحكومه التي امرت بهذا، ولم يقبل اصلا بان هو يتحدث عن لجنه تحقيق دوليه في هذا. في اخطاء منهجيه في التقرير، في اخطاء في المعلومات، في عدم توازن في الشروط، في تحريف زي ما قال مراسل النيوز ويك في القاهره، في تحريف. وفي تحريف كمان في الشهادات والشكوى دي وفوجئت بيها طبعا. وانا بصراحه يعني في الحقيقه يعني ليش انه تقع منظمه كبيره بهذا الشكل في هذه الاخطاء المنهجيه في التقرير؟ بالعكس، ده هو تناول تقرير الانسان باللحظه والتجريح في تقرير، وده ايضا مش من المسائل المعتاده. وهم ملاحظاتهم على التقرير يعني ملاحظاتنا على تقريرهم انه غير مهني،
انه يعني فيه احاد الجانب انه لا يعتمد الى وثائق حقيقيه ورسميه، انه اطلق اتهامات قبل ان يطلب تحقيقا جاري موجود اللي هو لجنه برئاسه الدكتور فؤاد عبد المنعم رياض، كان يجب ان ينتظر ما يطلبش التحقيق دولي طالما ان القضاء الوطني المصري قادر وراغب في التحقيق في هذه المساله وهي محل تحقيق فعلا. طيب استاذ حافظ، فيما يتعلق بالقوانين والمواضعات الدولية المعمول بها في هذا الشأن، لو في اعتصام من نوع ما كان في ربعة أو ما كان في النهضة، وفي خلينا نفترض عدد محدود من المسلحين والأسلحة، ده يظل اعتصام سلمي ولا يبقى مسلح بحسب الضوابط والمعايير الدولية؟ يعني بحسب الضوابط والمعايير الدولية، أي سلاح موجود ما بين المعتصمين يخرج الاجتماع تماما من سلميته، لا سيما لا سيما وأن منظمو هذا الاجتماع هم الذين استدرجوا أو بقى يعني استخدموا هؤلاء للموقع الاعتصام، أنهم هددوا بالعنف وبالظهور من الدماء، انهم اقاموا متاريس عسكريه لا يقام الا من عسكريين، زي اللي شفنا تخليع البلاط وعمل مغازل لاطلاق الرصاص من خلفها. فاذا لا يمكن انك انت تعتبره تجمعا سلميا، لان التجمع السلمي لا يتطلب استخدام السلاح من قبل قوات الشرطه على الاطلاق. اقصى حاجه الغاز، اقصى حاجه العصايه، لكن التجمع اللي فيه المسلح اللي فيه سلاح، ما الذي جرى به العرف الدولي فيما يتعلق بدولة فيها تجمع في سلاح، تعمل ايه طيب؟ لا ده بيبقى فيه يعني الدولة بتحقق لو في تجاوز في استخدام، لان هو لو في مسلح لازم الدولة تلتزم بقاعدة التناسب، بمعنى انها ايوه تفض بالقوة لكن بشرط ان يكون استخدام السلاح متناسبا مع المجموعات المسلحة. وانا عايز اديك مثل بصرف النظر عن السلاح ده قوته ايه وقوته التدميرية ايه؟ أنا عايز أقول لك مثلا الموقف الدولي من صواريخ حماس رغم عدم تأثيرها على الإطلاق على بالقتل أو بالجرح أو بالهدم، ومع ذلك هم اعتبروا أن قامت به إسرائيل دفاعا شرعيا عن النفس ضد صواريخ حماس رغم أن هي مش مؤثرة. فإذا مجرد التواجد مسلحين في أي تجمع في خطر على التجمع السلمي وفي خطر على المواطنين أو على سكان المنطقة يخرجوا من السلمية ويحولوا إلى تجمع مسلح يتطلب التعامل معاه بقدر من التسليح وبقدر طيب. من القوة. طيب أستاذ حافظ، يؤدي يشل فعالية هذا السلاح. أنا أتمنى أن حضرتك تشترك معايا في دعوة الحكومة المصرية لترجمة ردها، سواء ردها على ما أشاعته منظمة الهيومن رايتس ووتش من أنه مديرها اتحبس في مطار القاهرة وبعدين طردوه وما قالش انه مش واخد فيزا، تصور ما قالش انه مش واخد تاشيره وفاكر نفسه يدخل كده يعني وكاله من غير بوابه بصله، والرد كمان على التقرير بتاع المنظمه، الكلام ده يترجم ويتنشر ولا ايه يا استاذ حافظ؟ طبعا ده اللي احنا بنقوله، انه التعامل يقوم بهدوء، اولا بهدوء، انه الرد على هذا تسميد الادعاءات الكاذبه والمعلومات الخاطئه والشهادات التي تم تغييرها وتزييفها. وعندنا الان يعني مراسل احد الصحف الاجنبيه بيتحدث عن انه تم تغيير شهادته، قالوا ان احنا قابلناه مرتين، هو بيقول لا مره واحده، بمعنى انه مضمون الشهاده نفسه تم تغييرها وتحريفها. فانا اعتقد انه الرد لابد ان يكون واضحا. بالنسبه لدخول المطار، معروف انه اي منظمه لابد ان تحترم القواعد المحليه والقواعد الوطنيه فيما يخص السياده وما يخص الدخول الى البلد بتاشيره بخصوص المهمه اللي داخل على اساسها، ما يقولش انه داخل سياحه وهو جاي يعمل مؤتمر صحفي يعلن فيه بيان، هو من حقه يعمل دوت. وانا عجبني خالص ان وزاره الداخليه المصريه بتقول برغم ان احنا عارفين ان المنظمه دي عندها موقف تجاه مصر، موقف واضح احنا عارفينه، لكن اهلا بيهم ياخدوا تاشيره ويتفضلوا. انا ده اللي كنت بتخانق عليه امبارح يا استاذ حافظ، اهلا بيهم يدخلوا، احنا ما عندناش حاجه نخبيها. لا هم موجودين، هم كانوا موجودين في مصر لفتره طويله جدا وكان اهلا وسهلا بيهم، بس الخلاف كان على احترام قواعد القانون المصري. صحيح. طبعا ما فيش حد يختلف على ان السلطه تحرص على احترام القانون. صح. انا لو وقفت على دماغي عشان اخش في البحر الامريكيه من غير وانا كذبت في التاشيره بتاعتي، انا اتعمل لي على طول قضيه، مش طبعا مجرد ارجاع البلدي.
لو قلت له ما انا جاي دراسه وطلع ان انا جاي اشتغل هيرجعوني تاني فورا. بالظبط. شاكر جدا سعاده الاستاذ حافظ ابو سعده وهو رئيس المنظمه المصريه لحقوق الانسان. يشرفنا الان الاستاذ صلاح سليمان مدير مؤسسه النقيب للتدريب وحقوق الانسان. مساء الخير يا استاذ صلاح. تأمري دكتور. استاذ صلاح بالتاكيد حضرتك اطلعت على تقرير القومي لحقوق الانسان حول فض ربعه، وبعدين اطلعت على تقرير الهيومن رايتس ووتش الذي نشر اعلن عنه مؤخرا. الفروق ايه في تصور سعادتك؟ لا خليني اقول لك التقرير المجلس القومي ملاحظاتي عليه انا قلتها عندكم قبل كده عشان بس انا عايز اوظف الوقت معاك لان عندي كلام كتير. يعني خليني اتكلم على تقرير الووتش وخليني اقول لك ان انا عايز اقول كلمه الاول بوصفي مصري هقول لك كده من بالبلد يعني هذا تقرير مدفوع الثمن. يعني يذكرني بمقوله العظيم مصطفى امين عندما تقدم له احد الكتاب بطلب انه يعمل له مقدمه لكتابه، قال له ارى بين سطور هذا الكتاب فواتير قد سددت وفواتير لم تسدد بعد. فانا ارى بين سطور هذا التقارير مال مسدد ومال في انتظار تسديد. ده واحد. اثنين، بتكلم بوجهه نظر حقوقيه ثم قانونيه بوصف المحامي بالنقد. حقوقيا التقرير غير مهني وغير محايد ومنحاز للاسباب التاليه. واحد، اولا قال ان مفيش اي تحذير تم وده غير صحيح. احنا عندنا الداخليه قامت باطلاق قبل ما لا يقل عن 12 تحذير على مدار ال 10 ايام اللي قبل الفض، وكان في مفاوضات مع المعتصمين و يعني قعدنا 10 ايام على الاقل الناس بترمي عليهم منشورات وكل برامج التلفزيون بتزيادها. قال مفيش مخارج امنه الا في اخر النهار وده غير صحيح. صور المخارج الامنه موجوده وممكن نشوفها كلنا على اليوتيوب، وممكن لو تحب ابعت لك الروابط بتاعتهم موجوده. ارجوك ارجوك بشكل لا يعني اكتب المخرج الامن على اليوتيوب هيطلع لك على طول. انا قصدي احنا طبعا الحاجات دي عشناها وشفناها، لكن الواحد لازم ينعش ذاكرته لانه تقرير من النوع ده بتعمل تنويم مغناطيسي. عارف حضرتك كده هنعش ذاكرتك وهقول لك مفاجاه. انا هتعامل، خلينا نسلم ان ده تقرير في قد نتكلم فيه يعني برغم من رفضي كل اللي فيه شكلا وموضوعا، الا ان انا هناقشه بشكل قانوني. اول لقطه في الدقيقه 6 من الفيديو المصاحب للملخص بتاع التقرير جايبين شاب بيرتدي خوذه واقف في بلكونه وبيكبر وبيهلل وحد بيصوره وبيتضرب على الحيطه جنبيه رصاص. في نفس اللقطه دي لو وقفت اللقطه هتبص هتلاقي تحت رجليه صندوق مولوتوف. في نفس اللقطه اللي هم مقدمينها. كويس؟ خليني بقى اقول لك هم قالوا ايه كمان بقى جوه التقرير ده. في صفحه 5 قال ان وجود شهود محايدين حجب اسمائهم خشيه على حياتهم على الرغم انه جايب شهادات لمعتصمين بالصوت وبالصوره. أيوة. يعني عشان ايه نتكلم ان هو بينتقي، لا قول لي مين اللي قال وانا ناقشه. طبعا ما بيقدمش اي اسماء واي صور وده تجهيل. اثنين، قال قانون ان هو في قانون التظاهر بيتكلم عن قانون التظاهر وقال ان هو المقصود بيه الحد من حريه الراي والتعبير، وقلنا ان احنا كمصريين قانونيين عندنا بعض التحفظات لكن هذا القانون بالقياس لكل القوانين في كل دول العالم نرى اقل قانون يفرض قيود على حريه التظاهر، اقل قانون يعني. اتكلم على طرفه بقى بعض الطرف كده هقول لك عليها بسرعه. اول حاجه بيقول ان الاخوان المسلمين في مصر صدر حكم قضائي او قرار من الحكومه بحظر الحزب الخاص بيهم وهو حزب العداله والتنميه. ادي التوثيق وادي الدقه. ده هم اختلط عليهم الامر مع الخليفه. لا انا عارف برضه اللي دافع فلوس ما خدش باله وهو بيكتب. اقول لك على حاجه كمان، قال صدر حكم بالاعدام بحق 1200 واحد في قضيتين في المنيا. هذا يدل على قمه الجهل وسوء النيه اللي صدر ضدهم بالحكم بالاعدام 39 واحد في اول مره، ثاني مره كانوا حوالي 37، مجموعهم ما يجيش 70 واحد، وثلثينهم احكام غيابيه تسقط بمجرد وصولهم امام القضاء. ايوه ما كانش اربع تخماسهم. كويس؟ خليني بقول لك في صفحه 6 لفظ استخدم لفظ غير قانوني غير حقوقي تماما. قال عمليه فض وحشيه وده لفظ مش حقوقي خالص. كويس؟ قال مقوله بقى يعني خليني اطلع لك بعض التناقضات في الكلام اللي عندهم. قال في نفس في صفحه 6 انه بنهايه الفض قتل 904 منهم في رابعه بس 817. طب من فضلك قدم لنا اسمائهم؟ ما فيش. طب هو قال برضه، قال لك وعلى الرغم، ركز في الجمله دي انا ناقلها باللفظ، من وجود بعض المتظاهرين المسلحين وقاموا باطلاق النار على الشرطه الا انهم قليل العدد
وهم قليل العدد، وده استنادا لشهود برضو ما قالش هم مين. رغم من وجود مسدس واحد او حجاره او مولوتوف او العاب ناريه طبقا للقانون. وهنا اللي بيحكمنا بقى ايه؟ مدونه السلوك الصادره عن الامم المتحده الخاصه باستعمال الاسلحه القاتله من الموظفين المكلفين بانفاذ القانون على التجمعات اللي من النوع ده، اللي مش من النوع ده كمان على التجمعات السلميه. كويس. خليني اقول لك على حاجه كمان، يعني هم اثبتوا يا استاذ صلاح انه هذا التجمع هو تجمع كان فيه سلاح. يعني ده واضح كمان، واضح عندهم في تقريرهم. هم قالوا ان بالرغم من وجود سلاح الا ان عدده قليل. كويس. وده تناقض مع القانون تمام. احنا بس بننعش افكارنا انا وسعادتك والمشاهدين الكرام كده، بننعش افكارنا. اتفضل. قالوا ان في مروحيات كانت بتقوم بقناصه بيعتدوا بيها على المتظاهرين. انا اجيب لك مروحه الشرطه وصورتها موجوده على اليوتيوب واتذاعت عندكم واتذاعت في كل التلفزيونات وهي مضروبه بالرصاص. مروحه طياره شرطه اتضربت بالرصاص. كويس. خليني بقول لك في صفحه 6 تحت عنوان رؤية عامة، بيتكلم رؤية عامة للواقع هو ايه؟ بيقول لك منطقة رابعة هي في طريق النصر، وهو سليان حيوي. قام المتظاهرون باحتلال كيلو متر طولي ونصف كيلو متر عرضي، والمنطقة يحيط بها مساكن ومباني حكومية وقاعدة عسكرية ومبنى لوزارة الدفاع. طب عايز حد في العالم يقول لي ايه اللي حصل مع معتصمين وول ستريت؟ انا بتكلم على ميدان وول ستريت، مش على منطقه حيويه فيها طريق المطار مساحتها كيلو طول. لا، وهم المعتصمين في وول ستريت. انا هقول لحضرتك ليه في فارق تبلغ مساحه الفاتيكان. انا عايز اقول لسعادتك استاذ صلاح، ليه في فارق اساسي بين حركه احتلوا وول ستريت التي تظاهرت في قلب نيويورك وبين الحكايه رابعه والنهضه؟ الفرق ايه؟ انه هؤلاء المحتجون في وول ستريت كانوا قطعا غير مسلحين، قطعا، عشان كده كانوا بيتشالوا ايد ورجل، بيتشالوا ايد ورجل ويترموا في عربيات النقل ويروحوا يتحبسوا. اربعه منهم اللي اتشالوا ايد ورجل دول كانوا سيناتورز في الكونجرس الامريكي، اتشالوا وعملوا ايه؟ نزلوا تحت الرصيف. دول ما حذفوش طوب ولا مولوتوف. أيوه. نزلوا تحت الرصيف، اتشالوا بالايد والرجل واترموا في عربيه. كويس. شوف بقى، قال لك النقطه دي مهمه جدا، يعني توضح مدى التناقض في التقرير. انا بكلمك بقى بمحامي عارف، يا راجل في امام محكمه الجنايات كل يوم. بيقول لك جاء في التحصينات البدائيه المتمركزه في نقاط استراتيجيه، دي الفاظ انا واخدها باللفظ من التقرير. كويس. عند المداخل قد نجحت في ابطاء القوات مؤقتا. قول لي بقى ازاي نجحت في ابطاء قوات مؤقتا وانت قايل ان الضرب كان بيمتد لقلب الاعتصام داخل الخيام وفتحوا نيران بشكل عشوائي. أيوة. وكان في قناصه بيعطلوا الاسوار وكان في فتح نار عشوائي ومدرعات ومجنزرات وكل الكلام ده، بالرغم انك بتقول تحصينات بدائيه في مواقع استراتيجيه. ده انا بحارب يا دكتور. انا بحارب، مش طيب بتكلم. طيب استاذ صلاح، الصوره واضحه جدا، الصوره واضحه جدا، وانا شاكر لسعادتك. انا عايز اختم مع حضرتك ان هذا التقرير تقرير مدفوع الاجر. وانا بقولها وبتحدى على الهواء اي حد من الواتش يستطيع ان يناظرني حقوقيا وقانونيا. طيب. في اي مكان يراه امام اي محكمين يختار. انت عارف يا استاذ صلاح ما الذي يقلقني جدا كاعلامي؟ يقلقني انه الردود دي باللغه العربيه، وللمصريين اللي هم عارفين اللي سعادتك بتقوله ده، كل مصر عارفه اللي سعادتك بتقوله ده. انا عايز حد يطلع في CNN يقول الكلام ده، انا عايز حد يطلع في البي بي سي يقول الكلام ده، ارجوك. انا بتحدى واعتقد ان هم بيسمعوا اي حد منهم، وانا بقول لحضرتك انا قادر على مناظرته حقوقيا وقانونيا في اي مكان يختاره واي زمان وعلى مرأى ومطلع من الجميع. شاكر جدا. ومع الوضع في الاعتبار ان انا قريت ملخص التقرير وهو 188 صفحه، انا قريت منه حوالي 60 صفحه والباقي لسه بشتغل عليه، لكن من اوله كده باين انه مصدوع لانه غير محايد وغير مهني ومدفوع الاجر. شاكر جدا لسعاده الاستاذ صلاح سليمان مدير مؤسسه النقيب للتدريب وحقوق الانسان. مش محتاجين كلام تاني بقى، يعني المساله واضحه جدا، وكل من يحاول سواء منظمه ولا كلام فارغ انه يؤجج العنف الاهلي في مصر، والله يعني انا مش فاهم منظمات هدفها الأساسي والنهائي هو مزيد من السلم والأمن في العالم، فتقوم تطلع تقرير
فيه كل هذه العورات، وهدفه مآله النهائي أن يؤجج العنف الأهلي في بلد زي مصر، بلد بيحارب الإرهاب من أكتر من زاوية، أكتر يمين وشمال وجنوب كله إرهاب. لكن تطلع الهيومن رايتس ووتش عايزة تؤجج كمان الاحتراب الأهلي في الداخل كمان، وتحس يعني أنا ما بحبش فكرة المؤامرة، لكن تحسوا كده أنه في حاجة غلط، في حاجة كبيرة غلط، وعلينا ألا ننجرف وراء ذلك. والله أنا بكلمكم كلكم، اللي متعاطف واللي مش متعاطف، واللي بكلمكم كلكم، انهيار الدولة المصرية مش من مصلحة بنتك، انهيار الدولة المصرية مش من مصلحة ابنك. ها؟ أظن واضح. بعد الفاصل مشاهدي الكرام سنشرف بسعادة اللواء أبو بكر عبد الكريم مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان. وزي ما قلت لكم أنا قدمت السبت للداخلية من شوية وقلت إن هم أبرياء من حكاية منع دخول مدير الهيومن رايتس ووتش، لأنه كان نفسي نبين له إحنا صدرنا مفتوحة، بس هو ما كانش واخد فيزا فما يخشش، اللي مش واخد فيزا ما يخشش. الحد بقى اللي أنا مستنيه إن الداخلية ترد على أسئلتي فيما يتعلق بممارسات بعض ضباطها في بعض أقسامها، تلك الممارسات التي تذكرنا بالوجه القديم قديم، ربنا لا يعيده، للداخلية المصرية.